السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أصدقائي. تغيير لغة التطبيق على الواتساب، أحيانا بيكون عندنا الواتساب باللغة العربية أو العكس باللغة الإنجليزية وعايزين نغير اللغة دي. زي ما احنا عارفين في أكثر من طريقة لتغيير اللغة على الواتساب، ولكن في بعض الخطوات للأسف مش هتتوفر عند بعض الأصدقاء. أول طريقة يا أصدقائي إن تطبيق الواتساب حاليا بيتبع لغة الهاتف، يعني لو لغة الهاتف باللغة العربية الواتساب هيكون باللغة العربية أو بأي لغة تانية أنت بتختارها. لكن في طريقة إحنا ممكن نغير بيها اللغة من على التطبيق نفسه، ولكن الميزة دي مش متوفرة عند كل الناس، ولكن متوفرة في بعض الدول فقط. تعال نشوفوها وانت طبق معايا الخطوات وشوف هتظهر معاك ولا لا. نفتح تطبيق الواتساب، وبعدين بنروح على الثلاث نقاط اللي اعلى يسار الشاشة، وبعدين بنضغط على الاعدادات، وبعد كده بنضغط على الدردشات، وبعدين بننزل في الاسفل. بيكون عندنا في الاسفل اختيار لغة التطبيق، وبتكون بالشكل ده يا اصدقائي. بتظهر لك في الاسفل اختيار لغة التطبيق، من الدردشات بيكون في الأسفل لغة التطبيق. في بعض الناس مش هيظهر لهم الخيار ده، والسبب هو ده مركز المساعدة الخاص بالواتساب واللي بيتكلم فيه. إذا كنت تستخدم الأندرويد فقد يتوفر لديك خيار تغيير لغة واتساب من داخل التطبيق، فهذا يعني إذا أنا إن لم تتمكن من رؤية هذا الخيار فهذا يعني أنه ليس متوفرا في بلدك، يعني إذا ما ظهر لكش ده معناه أن التطبيق نفسه لا يتيحه في البلد اللي أنت فيها. فياريت اللي يتبع الخطوات يا أصدقائي وخيار تغيير اللغة يظهر عنده يكتب لنا هو من أي دولة، علشان إحنا أو الناس اللي ما عندهمش الاختيار ده يستخدموا VPN تمام، ويحولوا نفسهم كأنهم من الدولة دي، وبالتالي يستطيعوا تغيير لغة التطبيق بدون تغيير لغة الهاتف نفسه. يا رب يكون الشرح أفدكم.